الجمهور على الاساس جاتنا برشا تليفونات وبرشا تساؤلات، وفما كما قلنا بين مؤيد ومعارض لتعاقد الهيئه مع المدرب محمد الكوكي، غضب من نتائج الوقت الحاضر، وفما التخوفات من المستقبل. 31 328 330. سينون دكتور، الترجي يصل الى جوهانسبورغ البارح، فريق وقت اللي الترجي يوصل كان كمل مباراه مع ميلودي سان داونز، ربح سيخو خون 2-1. تابعنا المقابله، ارتح الملاعبيه الكل البارح مدرب ميلودي سان داونز، ممكن نلعب شويه مش برشا. اي فوالا، دونك هاي الترجي يوصل بعد الرحله، وانطلقت التحضيرات الجديه قبل تقرب المقابله، كل ما توا تقرب الجديات والتحضيرات. توا بالحق النجم نقولوا لوبيراسيون معناها كاليفيكاسيون للنهائي كاس افريقيا للشامبيونز ليج، بالحق توا بديت، خاطر الترجي يوصل على ارض جنوب افريقيا، عنده كل خلينا نقولوا العوامل، وعنده كل فهمتني الممهدات وكل ظروف النجاح. الرحلة كانت في رحلة معناها خاصة، ما كانتش متعبة، ما كانتش شاقة، والترجي جايب افونتاج تاع هدف مقابل صفر اللي هو مريح، لا نقول مطمئن، خاطر ما بين مريح ومطمئن فما ان جراند ديفيرونس. قعد من بعد الكاليف مش تلعب على 200 دقيقة، 100 منهم تعداو في تونس، مازالت 100 أخرى صعيبة برشا على الترجي، لازم يخمم كيفاش يكون فهمتني واضح. تفضل تليفون جاي، اي تليفون قبل هزك الجوهانسبورغ تو البريتوريا، اي برا هزنا الجوهانسبورغ. صديقنا وسيم الحاج عمر حاضر معنا في المباشر من جوهانسبورغ، مرحبا وسيم. اهلا وسهلا، مرحبا بك وسيم، تحيه ليك، انت في المباشر في اكسترا تايم. وسيم، اخر اخبار الترجي وصول الفريق وبرشا تو تقريبا الشارع الرياضي في جنوب افريقيا يتحدث الا على مباراه ما ميلودي سان داونز والترجي. يعطيك الصحه، قبل كل شيء حبيت نسلم على الكيب الكل اللي معاك وعلى جمهور ديوان افلام. باش نبدا، انا تتلوع البيرو نتاعي خاطر قريب لللوفتيوس، معناتها على بعد كيما نقولوا 200 متر ولا 300 متر على الستاد نتاع المباراه. دونك حتى نشوف شنو فماش ما فماش الجمهور بدا يتوافد، واللي هو حاجه ماهيش غريبه عليهم. دونك بداو يتوافدوا باعداد كبيره جست باش يشجعوا في ليزونترينمون، وباش زاد يقلقوا ليكيب معناتها الترجي، على خاطر هما عندهم ليزونترينمون نتاعهم بعد شويه باش يبدا. دونك هاكا بور فار دو لانفلونس. بدات معنا جماهير ميلودي سان داونز قريبه تدخل التشجيع للفريق في الحصص التدريبيه. سينو سمعنا اخبار وسيم انه فما عدد من جمهور الترجي ايضا كان حاضر في مطار جوهانسبورغ، وبدات الاجواء تصي جمهور الترجي. كانوا حاضرين ووصلوا اعداد محترمه. حبيت زاد خاطر نشكر جدا السفاره والعاملين بالسفاره لهنا في جنوب افريقيا اللي عملوا فور كبير باش ياثروا الجماهير هذيا، خاطر كما تعرف لهنا في جوهانسبورغ السوسيال صعيب شويه، معناتها في برشا مشاكل نتاع سيكوريتي، برشا مشاكل نتاع معناتها الاختلاط، معناتها صعيبه شويه البلاد. دونك حاولوا هما ياثروهم، حاولوا يوصلوا لهم برشا معلومات، وحتى واحد ديسبونيت. دونك حبيت نشكرهم على الحاجه اللي قاعدين يعملوا فيها توا، بالرغم اللي خاطر احنا توا اللي نشكروا في جنوب افريقيا هنا قاعدين نمرجوا فيهم شويه على الكيكي، وهم قاعدين يجاوبوا فينا، وهم توا قاعدين يجاوبوا الناس الاخرين. دونك برافو لهم اللي هما لقوا الوقت باش يرجع لنا تاني. اي حاجه ممتازه. توا كيفاش الحديث الشارع الرياضي؟ توا نحكيو على المقابله وسيم حاج عمر، ديما نعاود نذكر صديقنا مواطن تونسي بطبيعه مقيم في جنوب افريقيا، الشارع الرياضي في جنوب افريقيا يتحدث عن مباراه الذهاب في تونس، هزيمه 1-0، عندهم برشا ثقه انه باش يرجعوا في المقابله، والا خايفين فما تخوف كبير من الترجي، ولا نحبوا نعرفوا معناها شنو يقول الشارع الرياضي في جنوب افريقيا على المباراه هذه. فما برشا ردود افعال اللي هما سيرتو بدات تظهر بعد الماتش اللي لعبوه البارح مع ليكيب سيخوخون بالعربي نقولوا سيخوخون احنا. الفريق هذا اللي هما ربحوا فيه 2-1، معناتها فما برشا المدرب كي خرج قال اللي هو فما برشا تعب على الرحله، فما برشا الشونجمون نتاع تكتيك اللي هو عمله هو اللي استعمله. واللي اكثر حاجه اكد عليها هي الريزيستونس مونتال في الفريق، اللي هو الجمهور خايف الجمهور ياثر عليه، على خاطر الجمهور قاعد يحط في برشا بريسيون على الفريق، سورتو قاعدين يحكيوا على الروندمون اللي عملوا جوار هذا اسمه اونياغو، اللي هو عمل برشا غلط وعمل برشا معناتها برشا اللي
ما اعتبرش بريسيبيتاسيون في في اللعب نتاعو، واللي هما لاموا على المدرب اللي هو لعبه في الماتش هذا، وقاعدين يخافوا وقاعدين يحطوا في برشا قد بريسيون خوفا من 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 فريق الترجي. مي المدرب في حديثه قال اللي هو معناتها يعمل معناتها قاعد يعمل في برشا ريكوبيراسيون، والوبجيكتيف نتاعو اللي هو الريبريز نتاع الجو انتنسيف نتاع 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 شانداوز. بالطريقه هذه كاين نجم ينحي معناتها خاطر فهم برشا دي بوان نيجاتيف اللي هما ظهروا في الماتش نتاعهم خسروا في الماتش، خاطر ماملودي باش تربح في الشامبيونات من بواحد غريبه شويه معناتها خاطر مشافين ديما يربحوا. هو الفريق تقريبا راحت اغلبيه عناصر الفريق اللي باش يلعب كونتر الترجي واللي لعب ديجا في تونس. هذا هو مؤكد حاب يرتح الملعبيه معناه اكزاكتومون، خاطر يحب يلعب على الفيزيك على خاطر الانتونسيتي نتاع الجو اللي مشي يستعملها في الماتش نتاع الرجل. واضح معروفين برشا بال كما حكينا المره اللي فاتت بالتكنيسيتي وبالرابيديتي نتاع الجو نتاعهم. واضح. وسيم حاج عمر شكرا لك، يعطيك الصحه. سلام عليك. سلام عليك الدو، كي تفضل. وسيم نعرفوا اللي ساعات سفير تونس بجنوب افريقيا دكتوره كريمه برداوي معناها ما عندها برشا خلينا نقولوا فهمتني ارتياح للجماهير التونسية، أبدات اللي كونوا السفارة موجودة ومعناها وماذا بينا كان حتى تحاولوا توصلوا المعلومة حتى الجمهور اللي مشي، كان فما لا قدر الله غادي ما تعرف بريتوريا جوهانسبورغ كذا، فما لا قدر الله أي مشكلة معناها تصير جماهير الترجي ولا البعثة ولا كذا، راهو فهمتني ولا السفارة تقبلهم بكل صدر ورحب وتحل لهم مشاكلهم وكل شيء. دونك فما تواصل كبير. السفارة أنا نذكر الحادثة اللي جا اللي صارت معنا في 2017 في أنا شخصية معنا في جوهانسبورغ يعطيها الصحة وبارك الله فيها على المعاملة تقريبا معنا حاجة مميزة على الأخر في السفارة في بريتوريا. نتفكر كيما هكا توا ولا صحيح صحيح أي. بيه تسمع فيه نسمع فيك برشا حوادث صارت في الجمهور نتاع الجمهور الجامعات المختلفة اللي جات الجوهانسبورغ على خاطر هما يبدعوا ساعات في الـ في الـ في, الـ في الحاجات اللي يعملوها للجماهير باش ينحيوا منهم فلوس معناتها كل شوية يحطوهم في سيتواسيون اللي هي خايبة برشا، وديما الشرطة تقعد تتعامل معاهم حاسيلو دي سيتواسيون اللي هما معناتها مختلفة. وقلت لك عندهم إبداع في الحكاية هذه كيفاش يطلعوا هما باش يطيحوا الجماهير هذه باش ياخذوا منهم فلوس. مي ها قلت لك مدام برداوي والله يعطيها الصحة معناتها من غير واحد معناتها ما معناتها بروفيشنال على الاخر وواقفه على الوضع كيما يقولوا بيدها ورجلها وتليفونات ودنيا خاطرني قلت لك البيرو نتاعي جاي ما بين السفاره وما بين الستاد هكا تنجيزه منا واضح يعطيك الصحه انت البوان فوكال نتاعنا. ايوه هكا وسيم باش يكون حاضر ديجا في المقابله. شكرا لك وسيم حاج عمر، يعطيك الصحه. تحيه من خلالك لكل الجاليه التونسيه مقيمه في جنوب افريقيا، وتحيه ايضا من خلالك الجمهور الترجي اللي ماشيين للمقابله هذه. سيسور رواحكم ان شاء الله مربوحه، ان شاء الله اكيد عوده ميمونه الى ارض الوطن.